السلام عليكم. في يوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ذاهب إلى الصلاة في أحد المساجد وشاف أحد الواقفين فأعطاه فرس أمانة، لكن هذا الرجل اللي أخذ الأمانة طمع بسرج فرس الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وراح إلى السوق وباع هذا السرج. حينما خرج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من المسجد شاف الخيل ما تواقفة ولكن السرج ما موجود. الإمام علي عليه السلام عرف أنه السرج مال الفرس مالته انسرق وراح للسوق على مود يشتري سرج جديد، لكن المفاجأة أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاف السرج مال الخيل ماله معروض للبيع هو نفسه. تفاجأ الإمام أمير المؤمنين وقال للبائع، قال له بيش هذا السرج؟ قال له مولانا بعشر دراهم. قال له هذا السرج يخصني أنا، هذا اللي فرسي أنا، لكنه انسرق مني قبل بضع دقائق. وسأل الإمام علي عليه السلام أنه بيش باعوا لك هذا السرج؟ فأجاب البائع بخمس دراهم. فالإمام علي عليه السلام قال سبحان الله، أنا كنت ناوي أعطي هذا الشخص خمس دراهم لأمانته وصدقه وياي، ولكن للأسف الشديد استعجل وأخذ أموال حرام. إلى اللقاء.